أستاذ أحمد، في صورة لحضرتك منتشرة على السوشيال ميديا، شفتها؟ تعالى أوريها لك. بص حضرتك. وفي تعليقات كتيرة بتحصل عليها. مكتوب ايه بقى؟ اقول لك ولا هتقول انت؟ لا مش التعليق اللي مكتوب على الصورة ايه؟ قريته؟ قريت بس ناسي بقى. مكتوب معقول القمر ده ما يجيلوش هدية في الفالنتاين؟ والله بجد؟ ده تعليق من التعليقات اللي كتبت النهاردة. لا، وفي قبل كده، برضه تعليقات برضه على القمر ده برضو. معقول القمر ده مش عارف ايه كده، بتتعاكس بقى. لا، ما هو يعني برضه اندبلت الوردة ريحتها فيها. لا، هي ما دبلتش ولا حاجة. لا طبعا.